ايه رواق معلم، رواق وهدي لي اعصابك شوي. ولك كيف بدي روق وهدي اعصابي كيف؟ وكان عن الصايغ عم يهددني وصل على باب مزرعتي. ولو انت المعلم ابو مصطفى مثل ما عم يهددك. هدده كيف؟ عندك شيء هدده فيه؟ انا؟ ولك ايه انت؟ مو على اساس كل المعلومات والاخبار والبطيخ عندك؟ عندي أنا أساساً كنت ناطر الوقت المناسب وأعرف شو اللي بيفيدك وشو اللي ما بيفيدك. شو الملف اللي بيفيدني شو اللي ما بيفيدني؟ تفضل فكرة. وهي رح نفتح ملف أبو فارس لأحلى عيونه معلم أبو مصطفى. طوق فارس ابنه لكنعان، معي عنوانه بالتفصيل ورقم تليفونه. طبعاً الصبي كابوس بالنسبة لأبو، عمل له فضيحة قبل ما يسافر. شو هي تفاصيل الفضيحة أنا ما بعرف، بس بعرف انه سفروا بيوم وليله. انا بعرف انه برات البلد، بس ما بعرف انه في وراء مصيبه. مثل ما عم لك، هربان وعليه محكمه. وهلا طبعا كان عام بعد ما استلم المنصب الجديد ما بده ابنه يرجع على البلد اكثر من اي وقت مضى. وهذا الكلام بشو راح يفيدنا؟ بيفيدنا كتير، لأنه سلامة فهمك يا معلم، المسؤولين ببلادنا متحكمين حتى بحواسنا. بدنا نشوفهم المثل الأعلى، وقد ما كانت ريحتهم وسخة مجبورين نشمها بارفانات فرنسية.